ثلاثة أيام كاملة، وهؤلاء الشباب القادمين من الولايات الشرقية ينتظرون أدوارهم أمام وكالة السياحة والأسفار بقسنطينة. عساهم يحصلون على تذاكر سفر نحو القاهرة لمشاهدة نهائي كأس إفريقيا. حالة غليان وسخط أبداها المناصرون، متهمين مديرية الشباب والرياضة بالتلاعب في توزيع التذاكر، وحملوا الوكالة كامل المسؤولية. ماشي المشكل الكبير درك، انا هذا اللي حاكم لاجونس هذا يمشي فيها بار تليفون. سامحني، الطياره تاع كوت ديفوار راحوا فيها تهز، نقولها في الشرق هز 140، رحت ب 40 بلاصه فارغه. مين تهضر له يقول لك عندي 30 بي بابليس، هي 250 ولا 30، 220 دواء دي جي اس، فرقدوها المعالي ماك تعرف بيناتهم. حالة اغماء واصابات وسط المناصرين المحتجين بسبب تعنت الوكالة وصمت مسؤوليها ممن تنصلوا من مسؤولية التصريح لقناة نوميديا. أما مديرية الشباب والرياضة فنفت وجود أي علاقة لها بالموضوع. نسناو اللهنة، هنيو فينا روح المطار، المطار بعثونا اللهنة، اللهنة ليسونسيال اللي بي قال لك اللي بي كاين 40 تاع باطل راحت. معليش قلنا تاع الدراهم نسلكوا اخويا ونروحوا تاع الدراهم، علاه اخويا الدراهم تدين فلان وفلانه فلان وفلانه ما مش حيجيبوا لك بدافريك؟ علاه الناس بس منطيشين لهنا بوريا؟ علاه علاه؟ يعني حابين يفهموا حاجه واحده برك، قال اخويا كاينه كاينه ما كاش ما كاش اجماعه على علاش ضربه، واحد يسب في خوه، واحد كذا واحد كذا، واحد مطيش في الارض، واحد بيت هنا بوريا. رغم ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة الطقس، إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء الأنصار من الانتظار لساعات طويلة علهم يظفرون بتذاكر سفر نحو القاهرة لمساندة فريق وطني خطف قلوب الجزائريين. توفيق عمري من مدينة قسنطينة، نوميديا تيفي.